السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ شويه الرسومات اللي احنا هنبدا نقسمها دلوقتي من اول فيديو اللي احنا عايزين في السلسله بتاعه الكورس الهندسي. فكل الرسومات دي رسومات مبدئيه عشان تعرفنا ازاي نقدر ننقل الرسومات على الموحه بتاعتنا ونفهم الابعاد، نعرف نعمل الدوائر. دي رسومات بسيطه زي مقدمه كل الجامعات بناخدها في الاول، حاجات بسيطه زي دي. بتبدا اي دكتور يديك رسمات زي دي في اول سيكشن واثنين، وبعد كده تبدا بقى تخش ايه في الرسم الهندسي وعمليات المقاس. يلا بينا نبدأ الرسم. هنرسم الرسمة دي مع بعض يا شباب. هو الفكرة من الرسمة دي إنه بيعلمك إزاي ترسم الخطوط والدوائر وكده. مش شرط إنك ترسم بالأبعاد الدقيقة اللي عندك، لكن أهم حاجة تدوه نفس الشكل ده في الآخر اللي أنت شايفه قدامك ده. دلوقتي الرسمة دي جوه مربع اهوت او اطار، الاطار ده انا هرسمه في الاخر. ممكن تبتدي فيه تطلع ابعاده وترسمه، او انا بالنسبة لي هسيبه في الاخر. اقوم جاي بعد 15 من الخط ده و25 مثلا من هنا او 30، واقوم جاي مقفله وخلاص. فانا برشح ان انا اخليه الاخر بعد رسمتي اجيب في اطاري. طيب جميل، تعالى بقى نبتدي دلوقتي نرسم. هنبتدي نرسم بخط اللي فوق ده، اول خط ده كده. الخط ده احنا عرفنا ان احنا هنرسمه بعد 15 من الاطار. طب العرض بتاعه كام؟ هنزل بيه هنا كده، هلاقيه حد هنا كده، ونفس الكلام من هنا لحد هنا. هو ممكن هو المفروض الصح ان هو كان كمل لحد داخل الدايره دي الخط كده، بس احنا هنعتبر لحد داخل الدايره يعني عشان نعرف نطلع البعد بتاعه. طب الدايره دي قطرها كام؟ قطرها 50، يعني معنى كده النص قطرها 25 هنا. يبقى انا عندي المسافه دي 25 لحد هنا كده، وعندي المسافه دي 25 لحد هنا، لان يعني الدايره دي نصف قطرها هو نصف قطر الدايره دي. فانا عندي 25 هنا و60 و60 و25، يبقى كده 50 110 50 110 180. يبقى انا كده معايا 180. 180 يعني 90 يمين و90 شمال، يعني الخط ده 180. طيب جميل، 180 يعني انا هقوم جاي ايه اهو 120 170 سوري يا شباب 170. خلاص يبقى العرض 170، وانا جاي اعمل الرسمه بتاعتي وعرض 170 85 يمين 85 ايه شمال. طيب ده كان اول خط. بعد كده انك هتسيب اربعه، هتنزل اربعه مني وتعمل خط تاني. تقوم جاي قايس كده بالمثلث او بالمسطره بتاعتك، تنزل اربعه تاخد نقطة، تعمل خط موازيك ده كده على نفس البعد بالظبط. خلاص اهو. طيب بعد كده عندك في خط تاني تحت اهوت على بعد اربعة برضو، خط سوليد عادي اهو. بعد كده هتنزل عشرة وترسم خط الداش ده. انزل عشرة بعد عشرة اسبانت عشرة وبعد ايه وامل خط الداش بتاعك جوه خط التقطيع ده من جوه بتاع لو جسم مخفي ورا. احنا شرحنا الكلام ده في الاساسيات طبعا، في النصايح تقدر تتفرج عليهم هتستفيد جدا جدا جدا. بعد كده عندك في خط تاني داش اهوت، وبعد كده خط داش تلاتة. عندك الفرق بين خط الداش اللي فوق واللي تحت 8، وفي خط داش في النص، يعني في النص ده قاسم ال 8 يعني 4 فوق 4 تحت. يعني انا هسيب 4 من الخط ده وارسم خط الداش اللي في النص اهو. بعد كده هسيب اربعة تاني وارسم خط الدش ده. هرسم عشرة وهنزل اللهم صل على النبي خط سنتر لاين اهو على العشرة. نزلت بين نزلت عشرة استعشرة، وانزل الخط بتاعي سنتر لاين جوه خط كبير وخط صغير. طبعا احنا شرحنا جيم جو جيم مين والدنيا ماشية ازاي في الاساسيات. عملت الخط، بعد كده قالك هتنزل الفرق بين السنتر لاين اللي فوق تحت 8 وفي واحد في النص، يعني في النص ده على بعد اربعة. هو من الهدف من الرسمة دي ان هو بيعودك ترسم السنتر لاين وترسم الخطوط والكلام ده عشان تيجي في الرسم
ترسم شكلهم حلو يعني وكده. طيب جميل، بعد ما خلصنا الخطوط دي نبدا نعمل الدوائر بتاعتنا. انت عندك الدوائر نفس الكلام برضه، عمال دوائر سوليد ودوائر داش ودوائر ايه متقطعه. طيب جميل، تعالى بقى نبتدي نرسم من الدوائر دي. الدوائر دي هو جه قال لك بعدها من الخط ده اهو، الخط بتاع عشان ارسم السنتر بتاع الدوائر ده اهو، انا 35 من اول الخط اللي انت عملته اخر لحد تحت، يبقى انا اقيس 35 كده. طب نزلت 35 تقدر تعمل السنتر بتاع الدوائر. عندك اول دايره في النص، السنتر بتاعها في النص هنا كده، في نص ال 170 اللي انت عاملهم دوت في النص بالظبط، تعمل سنتر خلاص، يبقى سنتر الدايره دي كده. بعد كده قال لك على بعد 60 في سنتر على الشمال، يعني ابعد 60 من هنا واعمل سنتر، و60 من هنا واعمل سنتر. اعتبرنا عملت سنتر، انا مش محتاج الا نقطه التقاطع دي بس خلاص كده. بعد كده هبتدي اعمل الدوائر عادي. انت عندك اول دايرة كبيرة 50، يعني هفتح 25، فتحت انا 25، هعمل الدايرة السوداء اللي هنا دي، بعد كده هعمل الدايرة الشورت نجمعها، وانا فاتح نفس الفتحة عشان ما تقعدش تفتح وتقفل تاني كده خلاص. انا هعمل الدايرة كلها مع بعض عشان خاطر ايه ما نقدرش نقفل ونفتح كل شوية. بعد كده قال لك الدايرة هنا هتعملها سنتر لاين، ماشي يا عم اعملها سنتر لاين ما تزعلش نفسك، ربنا يقويكم يا شباب في الجاي. بعد كده عندك هنا 42 الدايرة اللي بعديها، اتنين واربعين يعني هفتح 21، بعد كده افتح الداش، بعد كده السنتر لاين دي، بعد كده الدايرة اللي بعديها كام؟ 34، يعني هفتح 17 تقريبا وأعمل الدايرة بتاعتي. بعديها بعد كده اعمل الدايرة اللي بعدها اصغر شوية، هتبقى كام؟ 26 يعني 13، هفتح بقى الدايرة اللي بعدها 22، يعني هفتح 11 واعملها في الثلاث مناطق طبعا، هحاول بس اسرع عشان وقت الفيديو انه حاليا 65 دولت عشان ما تنجوش. طيب بعد كده عندك في مكعب هنا قال لك المربع ده المستطيل ده على بعد 40، على بعد 40 من السنتر ده كده، بعد كده هبدا اعمل اول خط كده خلاص. يبقى انا هنزل على بعد 40، المفروض تنزل على بعد 40 هنا ماشي، قول مثلا على بعد 40 هنا. بعد ما نزلنا كده ل 40 نمشي بقى نعمل المستطيل 48 48 يعني 24 يمين و 24 ايه شمال، يبقى ده 24 وده 24 شمال 24 شمال. بعد كده عندك هتنزل 20، ننزل 20 اهو ونقفل المستطيل بتاعنا عادي. بعد ما قفلنا المستطيل عندك فين خطوط لازم تعملها، 3 داش و3 سوليد. بص هو عاملهم فين؟ في سنتر الدايره دي، ما تروحش بقى تقيس وتوجع دماغك بقى. انت تعمل خط مثلا كده اهو مثلا، هو بيسحبك مش هيقيسك،
وتقوم جاي بعد مثلا 5 سم مثلا 5 مينجا اقصد، او بالنظر كده بالنسبه لي بالتقدير دلوقتي. بعد كده ابدا اقوم جاي اعمل الخطوط السوليد جنب بعض اهو. بعد كده تعالى بقى الجهه الثانيه برضو نفس الكلام، هشوف انا ابتديت من ابتديت من هنا كده، يبقى ابتدي من هنا كده. خلي الشكل متناسق بس، ان هنا زي ان هنا بالظبط. اقوم جاي بقى نص اهو، اقوم جاي بقى نص اهو. بعد كده هبتدي انزل سوليد، ماشي. والخطوط ده هتتبدا تمسحها بلاستيكة وتظبطها على قد بالظبط. طيب معانا من الكلام ده والخطوط دي تسيبك منها دلوقتي. انت عندك هنا شفت المربعات اللي هي المتوازيه دي بتعملها ازاي؟ بتيجي مثلا من هنا تعمل خط، بعد كده تسيب نص سنت وتعمل خط تاني، او بحز المثلث اكنك بتقشر زي ما سرحت في التقشير كده. خطوط كده، خطوط متوازيه قد بعض، خطوط متوازيه قد بعض، خطوط متوازيه قد بعض. بعد كده هتشقلب من فوق تنزل بخطوط متوازيه كده، خطوط متوازيه كده قد بعض قد بعض. جميل كده، احنا خلصنا تقريبا نص الرسمه. تعالى نقسم النص اللي تحت سهل جدا يعني ما تهبهوش. دلوقتي هو جاي قال لك على بعد 15 هنا، على بعد 15 من الخط ده، يعني انا هقفل الخط بتاعي ده مثلا، بقول لكم انا هقفله على هنا كده مثلا. خلاص هو مديك ان انت تقفله على 30، يعني على بعد 35 من هنا اهوت، ابداهم على بعد 35. بعد كده اقوم جاي ماشي 30، يعني مش 30 قايس 30 كده اهو، حد هنا كده وقف زي ما انا فهمته، ماشي. تبدا بقى تنزل على بعد 15 عشان ترسم الشكل ده. طيب جميل، الشكل ده عباره عن مستطيل كده بس زايد على الحته دي كده لبره كده. فاحنا سيبك من الحته الزايده لبره ده، هنرسمها كله مستطيل بعد كده نزودها. بص هتمشي المستطيل بتاعك كام؟ العرض بتاعه كله 240، يبقى انا اجي من السنتر هنا كده 240، يعني 120 يمين و120 شمال، تمشي 120 يمين و120 ايه شمال كده مثلا. خلاص طب وهتنزل كام؟ انا هتنزل 50 تحت، بننزل 50 تحت عادي خالص. خلاص طيب بعد كده هو جه قال لك هتخش من هنا زي ما تقول 11 وتعمل سنتر لاين، تعمل عليه الدائره الصغيره. طيب اخش 11 كده واعمل الدائره الصغيره، اخش 11 من هنا واعمل الدائره الصغيره، اعمل سنتر لاين للدائره الصغيره، اعمل سنتر لاين للدائره الصغيره. طيب الدائره الصغيره جه قال لك كام؟ 10، قطرها 10. طب فين؟ قال لك من السنتر هتبتكز وتعمل لي سنتر فوق سنتر تحت، البعد ما بينهم 28، يعني اجي من السنتر 28، يعني 14 فوق 14 تحت، يعني اجي 14 فوق اعمل خط و14 تحت اعمل خط. الجهه الثانيه انا مكانهم بالظبط كده. تعال من انت تقدر، انا مثلا عملت هنا حطيت نقطه دوت هنا وقمت جاي حاطط قصادها واحده بالعين بالنظر كده عشان تتحسن في الرسم بعد كده. مش لازم بقى كل سنتر تروح تاخده في المسطره وكلام من ده، اهم حاجه يبقى في تناسق في الرسم من هنا لشيء من هنا. قام جاي جايب الدرع 10 اعمله اكنك عامل سنتر كده، تمام. وتروح جاي ايه؟ عاجل الدرع 10 على ده، افضل برجع بقى افتح 5. طيب شفت انت الشكل التمويجي هنا ده بيقول لك ان هما مقطوعين من بعض، مقطوعين من بعض. طب تعملها ازاي؟ هو مش مديك مقاس داخل كام كده، بس لو قلنا ان دي 11 زي ما هو قايل يبقى دي مثلا قول 15 مثلا، اعملها بالتقدير كده يا هندسه. بص قوم جاي شايل خط كده، عامل اكنك بتموج كده، واعمل التانية زيها بالظبط، داخلة وخارجة زيها بالظبط، ما ينفعش تعمل واحدة شاب وواحدة شاب، مش عشوائيين، عشان أكنهم هيخشوا في بعض بعد كده، تمسح الزيادات دي. تيجي بقى هنا تقيس أنت، تقيس أنت بدأت الموجة دي على بعد كام هنا، وتقوم جاي رايح الجهة التانية، حاطط علامة مكان ما مكان ما عملت، وتقوم جاي عاملها. جاي هنا كده زيها بالظبط. خلاص زيها بالظبط. بعد كده تبدا تمسح الزيادات دي،
ماشي يا باشمهندس. بعد كده هتقوم جاي من النص داخل كده، عايزين نعمل حته الطلعه دي، الحته الطلعه دي في نص الشكل اللي انت عامله بالظبط هنا كده. عايز تقيس انت قيس ونصف، انا بالنسبه لي انا متوقع هنا كده. طيب بعد كده هو جاي الحته دي كام؟ الحته ديت 26 يعني 13 يمين و13 شمال. ادي ال 13 وادي ال 13 تمام. وتقوم جاي ايه طالع بره كام؟ هطلع بره كام؟ هو جاي لك ان هي كلها على بعضها 60 من اول هنا كده لحد هنا 60، ومن اول هنا لحد هنا جاي لك 50، يعني هكلف 10 زياده، 5 فوق و5 تحت. يعني انا هطلع ايه 5، تقوم جاي طالع 5 كده، 5 من هنا، نفس الكلام من تحت 5، نفس الكلام من تحت ايه 5، تروح جاي ايه موصلهم ايه لبعض كده. جاي ايه مسح ايه الحته الداخليه من جوه دي. دي لو تكسبها دلوقتي وهنضيف ايه في الاخر عادي تكون بسهوله. بس تمسح. بعد كده هتيجي من النص تعمل خط. طيب اعتبر ان انا عامل الخط ده، انا لك في مربع في نص الخط قاطع الخط. طب من السنتر والمربع ده بالظبط كده من نقطه السنتر طالع 30 فوق، ارتفاع 30 في عرض كام؟ في عرض 16 اهو. خلاص يبقى انا اجي من السنتر اقوم جاي قايس ايه 30، ده السنتر مثلا اهو، تقيس انت بقى وتنصف، تقوم جاي طالع 15 فوق 15 ايه تحت، تقوم جاي ايه قال لك العرض 16، العرض 16 8 يمين و8 شمال. طيب بعد ما عملنا الخط ده كده، احنا بقى هنتاج الخط اللي بره ده ونمسحه من جوه، يعني ده مسقطين صافي. بعدين شفت الخط ده واجي انك على بعد 48 يمين و 48 شمال، هتعمل الخط ده جوه كام؟ 48 48 يعني 24 يمين و 24 شمال. ادي 24 وادي 24، جاي نازل ايه بخط كده، نازل ايه بخط كده. طيب جميل. بعد كده انت هتقشر عادي كده، احنا خلصنا الرسمه. اللي عايز يروح يتفرج على الفيديو ازاي تقشر هتعرف تقشر باحتراف، انا مش بقشر بالمسدس ده تمام. انا هقشر هنا هفهمك فكره التقشير، وانت عايز تقشر كويس وبفن تروح تتفرج على الفيديو ده جوه، هينفعك بعد كده في القطاعات والتقشير. الفكره ان انت بتمشي بخطوط متوازيه كده كده، هم هنا هنا يبقى قد هنا، يعني الفرق ما بين كل خط وخط يبقى نص سم، يبقى نص سم في كل كده بالمنظر ده كده. هو هنا جه بقى عامل لك ده بزاويه معينه والمربع التاني بزاويه معينه، عشان يقول لك ان دي حته ودي حته، هم مفصولين عن بعض مش متجمعين في بعض، يعني مش جايين ماتيريال واحده، مش ماده واحده، هم ايه منفصلين عن بعض. نفس الكلام بقى تقشر دي كده المنظر ده كده بزاويه 45، تثبت المستند بتاعتي زي ما انا شارح في الفيديو بتاع ازاي تقشر، وجايبك يعني التقشير في الفيديو كمان، وفهمك معناه وجي اختار التقشير وكده، وجايبك قطعه عمليه شرعيه عليها يعني. بعد كده القطعه في النص برضه نفس الكلام تقشير ماشي، ومش شايف القطعه الثانيه اللي في النص دي كده نفس زاويه التقشير دي، عايز تعملها نفس الزاويه مش عايز تعملها العكس براحتك مش فارقه. كده انت خلصت الرسمه، اتمنى اكون قدرت افيدكم، ويا ريت لو مشتركش في القناه اشترك. وعندك رسمة عايز نرسمها ابعتها لك.